والله هسلي والله كمار نعمي لقيناها ما بيحسن منها، بيها رز بيها برغل بيها عدس بيها حمص بيها زيت لك ملح بيها، الحمد لله رب العالمين، والله سندتنا والله كويسه والله يكثر خير. انت تمام هذا النظام يعتبر له ميزات أكثر بكثير من النظام السلي، بحيث أنه الواحد يستطيع يروح على المول يشتري الأغراض اللازمة له الضروري من حاجات البيت وبينتقي بحرية.